كده ايه اللي حصل؟ في ثلاثة بلطجية هجموا من ناحية بوابة قلعة حرب، ضربوا الشباب بالسلاح الأبيض وجريوا، جريت بعد مجموعة من الشباب استخبوا جوا عمارة، الشباب جريت وراها وفضلت مستنينهم، قاموا طلعوا اقتحموا العمارة وجابوهم، دخلوهم هنا الخيمة برضه بيعالجوهم بعد ما اتضربوا بيعالجوهم برضه. طب أساميهم إيه؟ لا أساميهم معرفش أساميهم. عايزين أسماء وبطايق. أسماء دي خمس دقايق بالظبط هنجيبهم. أو عم محمد يجيبهم برضه. يعني أحمد بطايق بس ما أعرفش اسمه عبد الناصر مش محمد. عم أنا عارف عم محمد. عايزين بس التفاصيل وأسماء عشان ما يبقاش بس كلام كده. التفاصيل عشان خاطر إحنا ناس مظلومة من كل البشر. تمام. احنا بندافع عن حق بلدنا. تمام. ومش هنسيبه غير لما هنرجعه. تمام. وبنضحي فيه بارواحنا وباجسامنا وبكل حاجه نمتلكها. اه. وادينا قاعدين وسايبين كل اللي ورانا واللي قدامنا. اللي انتوا بتقولوا نتفاجئ النهارده بالبلطجيه دول جايين من شارع. ده من الفجر. طلعت حرب. جايين من شارع طلعت حرب. وهاجمين بكثافه ضربوا 27 شاب من اللي هم اللجان الشعبيه اللي احنا موقفينهم تحرسوا المداخل. وسلاح ابيض مما ادى الى قطوع جزيره قطعوها في جسمه بالمطاول، فقدرنا ان احنا نتمكن ان احنا نمسك الكلاب دول، دخلوا في عماره واتمسكوا وجم على هنا، وان شاء الله رب العالمين هربطهم فعلى نخله. طيب عايزين الاثنين عايزين واوريهم للدنيا كلها. طيب عايزين اسماء ومحل اقامتهم ومين اللي وراهم؟ هنجيب لك الاسماء بس احنا دلوقتي مش فاضيين ان احنا ناخد اسماء بس بتهاجهم معانا. وعرفنا ان في رجل اعمال هو اللي دفع لهم وجابهم عشان يعملوا كده. هذه البلد وكل حاجه هجيبها لك بالظبط. شكرا. وانا ما بكذبش، انت تعرف كده كويس. انا عارف بكل البيانات انا هجيبها لك. تمام اتفضل. ايه الاصابه بتاعتك ديت؟ غرزتين في دماغي. ها؟ غرزتين. غرزتين من مين؟ من نوعهم. كان ايه قال لك ايه ولا عايز ايه؟ اللي حصل حضرتك ان احنا كنا واقفين هنا امن على البوابات، فجي واحد من الفريقين قال لك الناس دي عامله شغف في اتوبيس نقل عام. اه. ومعورين ناس. خمسه من افراد الامن طبعا راحوا وراهم ناس عاديين. اه. خمسه بتوع افراد الامن طلعوا ناس عاديين ما رضيناش نطلعهم عشان ما حدش يتعرض لاي اصابه. اه. تلاقينا فوق حضرتك بنشوف في ايه؟ انا طبعا في واحد بيحمل فوق واحد. اسمك ايه؟ فادي رزق سليمان. ايوه فادي. كل واحد في واحد بيحمل ظهر وراه. اه. طلعت اشوف ايه؟ لسه ما فيش سلالم بيت قايل السكوت. بتشعب انا اشوف ايه؟ خبطوني بقى راح اللي هو لابس ابيض ده خبطني بقى الطوف في دماغي. وقعت على ظهري، جيت هنا عيادات هنا في عياده تبع الامن هنا. اسمها عادي كنتاكي، رحت هناك كشفت على دماغي خدت غرزتين ورحت هناك تاني. ايوه. ورحنا تاني هناك الحمد لله الخمس افراد بتوع الامن هم عرفوا تصدوا للناس دي. طبعا بقى كان معاهم اسلحه سنج مطاول امواس كل حاجه كانت معاهم. كان معاهم رصيف وانابيب. اه. الحمد لله عرفنا نجيبهم وربطناهم هنا باذن الله. يعني اللي في نيتنا الناس دي بتخف وبعد كده هيتربطوا في اعلى نفق هنا يا اما هيستلموا في الجيش. ده حسب التقرير. شكرا. شبكه يقين اللي بيتكلم. شبكه يقين. خلي الراجل يتكلم. شفت حادثه؟ لا لا الا الله. محمد رسول الله.